أولا حقل ظهر اكتشف في تكوين الميوسين الوسطي ده من الكربونات بنسميه الكربونات، ده شعب مرجانية، والشعب المرجانية في العمق دوت ما تتأثرش قوي بالعمق، بحيث انها ليها مواصفات خزان، صخور خزان عالية جدا جدا، فيها مسمية عالية وفيها نفاذية، يعني المسام متصلة ببعض، فالغاز كله بيطلع. يعني أنا متصور أو إحنا متصورين المتخصصين هنطلع تقريبا 90% من الغاز المكتشف تحت. حضرتك بتقصد العمق اللي هو 1500 متر ولا عمق اللي هو 4000 متر؟ العمق اللي تم الحفر عليه ولا العمق اللي بيبعد عن الغاز؟ عادة العمق اللي وصلنا له بالحفر، والحفر بيتحسب من سطح البحر، من سطح البحر يعني بما فيها، لأن وزن المية بتاعت البحر زائد وزن الصخور بيبقى ضغط ودرجة حرارة عالية في حتة منخفضة 4100 متر تقريبا تحت سطح البحر بما فيهم المياه العميقة اللي هي 1500، فدي بيبقى فيها ضغوط جامدة قوي، ومع ذلك الصخور الخزان بتحتفظ بمميزاتها اللي هي المسامية والنفاذية اللي هي بتطلع، نقدر نحدد بنطلع كمية قد إيه. عادة الغاز اللي بيكتشف بيطلع منه من 60% لمثلا 90%، فده بقى صخور الخزان على هذا العمق هنطلع إن شاء الله 90% منه.